ويقول: هل معرفة السيرة النبوية من أسباب الإجابة على أسئلة منكر ونكير؟ من أسباب الإيمان، دراسة السيرة النبوية من أسباب الإيمان، والإيمان سبب للإجابة. ثبت الله الذين آمنوا، آمنوا بالقول الثابت. فدراسة السيرة النبوية للاطلاع والمعرفة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإيمان الذي يثبت الله به المؤمن. نعم.